مثل ما ذكرنا مشاهدينا بالعناوين، معنا لليوم موضوع عن المحاماة والقانون رح نتناقش فيه. بالفترة الأخيرة ظهرت العديد من شركات المحاماة، ولكن كل الأشخاص بتعرف شو فائدة هاي الشركات وما الاختلاف بين شركات المحاماة والمكاتب التي تحتوي على محامي منفرد. رح نتعرف على هالموضوع مع المحامي أحمد دعبول ضيفنا اليوم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك عن جديد سيد أحمد. يعني شركات المحاماة منشوفها قبل ما كنا نتعرف عليها على الواقع بسوريا، كنا نشوفها عن طريق يمكن الأفلام وعن طريق السوشيال ميديا، هلأ عم نشوفها حتى صارت موجودة عنا بسوريا. ولكن بيسألوا الأشخاص ما الفرق بين شركات المحاماة ومكتب محامي منفرد؟ هلأ من حيث المبدأ هو لا يوجد الفرق الجوهري أو الفرق العميق بين شركة محاماة أو محامي منفرد. المحاماة بشكل عام يعني هي تعتمد على الخبرة القانونية والفراسة القانونية والإلمام بالقانون بشكل تام. فوائد شركة المحاماة هي تعطي مجال التخصص في مجال ما. لما بيكون في شركة محاماة ممكن يكون في عندها عدة مكاتب، مكتب خاص بالقانون الجزائي في الدعاوى التي تخضع لقانون العقوبات العام أو القانون أصول المحاكمة، يعني الأمور الجزائية والجنائية، مكتب خاص بالأمور الشرعية المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، مكتب خاص بالدعاوى المدنية، القانون المدني وأحكامه. تعطي تخصص المحامي. نحن عندنا المنفرد عم بيكون هو بشكل شمولي بشكل عام عم ياخذ كافة انواع القضايا. نحن بسوريا على سبيل المثال نحن من حيث نبدا عندنا شيء من التخصص عن تماما جاي لك، لانه عندنا بعض المحامين اللي بيكتبوا على يعني على مكاتبهم انه مختص بشان معين ان كان مدني جزائي او غيره. هو المحامي بعد فتره من العمر ونتيجة الخبرة ونتيجة تعدد أنواع الدعاوى عنده ممكن هو يلجأ إلى نوع من الدعاوى يحس فيها عنده إمكانية أكبر، عنده إلمام كبير بهالموضوع هذا من الدعاوى هاي، ممكن يصير يتخصص فيها. أنا بعرف العديد من المحامين يعني بحكم عملي إنه فعلا هن إنه بيجي لعنده حدا عنده دعوة شرعية أو دعوة تخضع لقانون الأحوال الشخصية بيقول له لا، يفضل أنا مختص مدني أكثر، مختص جزائي أكثر، مختص حسب الموضوع. شركات المحاماة هون للأسف ممكن فيكون محامين لا أنا باخذ كل شيء، ونحن هيك بسوريا. وهي تجربة شركات المحاماة هي لازالت تجربة ناشئة، يعني مثل ما حكيتي حضرتك أول ما ابتديتي أنه هي أغلبها بالدول الأوروبية بالدول الغربية، حديثا صايرة في بعض دول الخليج مثل الإمارات موجودة فيها بشكل كبير شركات محاماة تضم عدد يصل إلى مئات المحامين وحين آلاف المحامين مختصة بشؤون معين. أنا بشجع التخصص، لكن ما بدي أنا باعتبار أنا مدير شركة محاماة تجي إنه لا محامي الفرد، لا أبدا، ما له علاقة. المحامي الفرد ممكن يكون في محامي من ذوي الخبرات من ذوي الدعاوى والإلمام القانوني هو أهم من شركة كاملة. صحيح. شركة محاماة نتيجة الخبرة ونتيجة العمل القانوني المستمر على مدى طويل ونتيجة الدراسة القانونية المتعمقة وتمحيص القضية في نوع معين يكون هو عنده دراية أكبر ومعرفة أكبر من شركة كاملة. لكن شركة محاماة هي تعتمد على الاحترافية أكثر في العمل. لما أنا بدي يجي لعندي دعوة أنا مثلا مدنية، أنا ما عندي هالمدافع، يعني أنا مكتب خاص بالقانون المدني بحيل عليه كافة الدعوة المدنية. لما عم بيكون المحامي يعني دائما احنا عندنا بقول انه مساله اختصاص وليست انتقاص. لما انا شخص عم اشتغل انا كافه الدعاوى المدنيه مثلا على سبيل المثال، هي عم بتحط هالموضوع هذا يكون انا في عندي عم فرغ وقتي مجهودي كامل دراستي كامل عم بتعرض للثغرات القانونيه للمواد القانونيه. تمام. بشكل افضل جاي لأسألك عن موضوع بحال وجود المكاتب إلى أي حد يمكن بيكون في بحث أكثر، يعني وقت بيكون في مكتب متكامل شخص متخصص بموضوع البحث القانوني لهي القضية مثل ما ذكرت حضرتك لحتى يتلافوا الثغرات القانونية، بيصير في حالة إفادة أكبر يمكن عن وجود شخص لحاله عم بيقوم بهي العملية. ولكن بيسألوا الناس أنه أنا جاي عندي قضية وجاي لعند محامي على دراية كاملة بكل تفاصيل القضية تبعي، قادر أني أنا أحكي له تفاصيل القضية بكل راحة لأنه بيني وبينه. طيب وقت أنا أكون جاي لعند شركة، كيف بيقدر صاحب القضية أنه هو يحافظ أول شيء على سرية قضيته بحال وجود الشركة؟ هل كمان بتضل محافظة على السرية لأنه هذا الطلب بعتقد عند أي شخص عنده قضية؟ ثاني شيء إلى أي حد بيصير في متابعة دقيقة وعلاقة يعني بينه وبين هذا المكتب؟ هلا من بداية السرية هي موجودة عند أي شخص موجود في شركة محاماة أو في مكتب محاماة.
السريه موجوده في قسم في يمين اداه المحامي عند بدء ممارسته لمهنه المحاماه حكما، سواء كان مطلع على قضيته محامي او اثنين او ثلاثه. هو بالحاله الطبيعيه انا كمحامي فرد عندي مكتب خاص، انا المعمش الشخص اللي عندي ممكن اطلع عليها زميلي، انا ممكن اخذ استشارته بموضوع معين، ممكن يساعدني بالقضيه باعتبار نحن دائما عندنا في شيء روتين، يعني دائما سنه التوكيل لما بنعمل بنحط فيه اسم اكثر من محامي هي لضمان سير الدعوه. حكيت انت نقطه مهمه هي المتابعه. انا كمحامي فرد مثلا وانا مثلا اللي سمعتي اللي شهرتي اللي خبرتي القانونيه رح يكون عندي كم كبير من الدعوه، احيانا انا بدي اضطر انه ما يكون عندي قدره كامله او كافيه لمتابعه الدعوه بشكل امثل من اجراءات اداريه من حضور جلسات من 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 لما يوجد انا شركه بتضم مثلا عدد كبير من المحامين عم يكون هالدعوه هي بتفرغ لاكثر من محامي عم يتابعها شخص للامور الاداريه، شخص للامور القانونيه، شخص لكتابه مذكرات، شخص للدفوع، شخص لحضور الجلسات، عم يكون هي اما السريه فهي يعني سواء كان محامي فرد سواء كان مكتب محاماه سواء كان شركه محاماه السريه مصانه لانه هي تعتبر اخلال بواجبات المهنه وتعتبر يعني شيء لا يغتفر، وخاصه نحن نقابة المحامين بتشدد بهالموضوع هذا وشركات المحاماة نحن عم يعني بالتشريعات اللي عندنا صايرة نحن حتى بوجود نقيب المحامين الحالي اللي هو فارس من فرسان المهنة عم بيشجع بهالأمور هي وعم بيحاول قدر الإمكان يصون حقوق المحامين بالدرجة الأولى وحقوق المواطنين تجاه السرية تحديدا في أمور فعلا هي خاصة جدا، في أمور ممكن تكون مأساة بالشرف، في أمور ممكن تكون يعني تعتبر هي خطأ كبير جدا في حال تم إفشاء هالأمور هي، لأنه حتى بالقضاء نحن عنا في الشخص يطلب من القاضي إجراء جلسة سرية كون نحن عنا المبدأ هي جلسات علنية، لكن إجراء جلسة كون تمس بالشرف تمس بأمور أخلاقية، لكن السرية تبقى مصانة بموجب أحكام القانون. المتابعة في شركات المحاماة هي أكبر، هي كافية أكثر لضمان سير الدعوة بالشكل الذي يحقق مصلحة الجهة المدعية أو الجهة المدعى عليها التي تم التوكل عنها. من الأشياء أيضا يلي دائما يمكن الموكلين بيفكروا فيها اللي هي التكلفة المادية. هل تختلف التكلفة المادية ما بين شركات في حال شخص توجه إلى شركة محاماة أو بين مكتب محامي منفرد؟ عم تختلف التكاليف؟ من حيث المبدأ العام لا، المبدأ العام لأنه أنا كمحامي فرد أنا فيني أطلب الأتعاب اللي بدي إياها إلى حد ما توعى في تنظيم قبل النقابة صحة عفواً النقابة هي ما بتحدد يعني حد أدنى الأتعاب، لكن بشكل عام المحامي هو فيه يطلب اللي بده إياه بما يقدر جهده بيقدر عمله بيقدر صعوبة الدعوة وأهميتها. لكن أكيد شركات المحاماة ممكن تختلف كون أنه هي عم عندها عدد أكبر، أكبر في اهتمام أكبر، أكبر في متابعة حثيثة أكثر الدعوة قد تكون، لكن ما أنا بالضرورة يعني احنا ممكن كثير يجينا احيانا موكلين وخاصه اذا كان يعني احنا ضمن النظام العام بالشركه لجنود الجيش العربي السوري عناصر الجيش العربي السوري جرحى ذوي الشهداء، احنا في معامله خاصه لهم بالشركه كون انه لهم وضع خاص كون قدموا العديد من التضحيات ذويهم او الجرحى خلال سنوات الحرب في معامله خاصه، ممكن تكون شركه ثانيه ما عندها المبدا هذا، لا ممكن محامي حتى فرد يعني هي اللي تتعلق بالنظام التاسيسي للشركه او للمحامي الفرد، يعني هلا هون لما بتكون فيش عندنا شركه محاماه هي في القانون هي شخصيه اعتباريه وليست شخصيه طبيعيه مستقله. لهالسبب هذا اللي بيحدد نظام هالشركه هذا اللي هو مجلس اداره متمثل برئيسه واعضاء مجلس الاداره المحامي الفرد، شو بيحطوا هن القرارات العامه نحن فيها ناخذ فيها نتساهل بدعوه حسب سهوله الدعوه، لكن بالمجمل هي تتعلق بشخصية اللي عم بيمارس المهنة سواء محامي فرد أو شركة. هو للأسف يعني خلينا نحكي هيك بالمشرمح، هي التكلفة المادية بشكل عام عندنا بسوريا لأي قضية هي تكلفة كتير كبيرة، يعني عم نشوف بعض المحامين عم يحطوا أسعار خيالية لبعض القضايا، وهذا اللي عم يخلي الكثير من الأشخاص يقولوا بلا هاي الشغلة صغيرة بدها تكلف أكثر من حقها، وهذا الشيء عم نواجهه بالمجتمع للأسف يعني عم نشوفه. صحيح. طيب وقت هلا نحن كنا عم نحكي عن تخصص عند الشركات، في الشركات قلت لنا أنه ممكن يكون بكل شركة عدة مكاتب وكل مكتب متخصص بقضية معينة. صحيح. هل هناك شركات متخصصة أصلا كشركة كاملة بشيء معين؟ شركات محاماة مختصة بالشأن الاقتصادي بشأن متابعة أي أصلا الشأن يعني فينا نقول الشركات الأخرى خلينا نقول
او شيء معين مختصه بعمل تجاري او عمل معين. تجاري لا هلا نحن بحد ذاتها تجربه شركه المحاماه عندنا بسوريا هي تجربه ناشئه تجربه حديثه جديده عندنا يعني بجزئية عدة شركات المحاماه عندنا بسوريا 15 شركه محاماه لانه تختص بنوع معين لا ولكن بالعالم أصار. يوجد هيك هذا الموضوع لا هي شركه محاماه انا كشركه عم خصص مكاتب معينه لكن ما في انه انت ما في اذا فهمت قصدك انه مختصه بنوع معين من التجاره قصدك او مختص لا اكيد ما في هيك شيء لانه انا مجرد انا عم عندي مكتب قانوني كشركه محاماه عندي مكتب قانوني مختص في الاعمال التجاري هو عم ياخذ كافه الاعمال التجاريه كافه الشركات التجاريه اللي تخضع لقانون التجاري المدني عم تخضع للقانون المدني نحن بنحب بتمنى ان يكون فعلا توسع شركات المحاماه لانه حتى في عندنا نحن شيء بالقانون بممارسه مهنه المحاماه هي مؤسسه التمرين الشخص لما بيتخرج من كلية الحقوق هو عم بيكون بكلية الحقوق خلفية قانونية قاعدة للفهم القانوني عامة لكن ممارسة المهنة هي اللي عم بتطور له فكره المهني لممارسة المحاماة ممكن الشركة تحقق شيء من التعادل شيئا ما كمان ما أنا قاعدة عامة ممكن يكون في محامي فردي يتمكن من تدريب وتمرين المحامي وتمرين عنده بشكل أفضل تمام نحن دائما عندنا هاي الحالة أنه الطلاب بيتخرجوا بحاجة إلى مكاتب ليروحوا يتمرنوا ويتدربوا فيها ممكن شركات المحاماة تساهم أصلا بأنه صحيح. يكون في عدد أكبر من المتدربين يعني أنه عم تخرج كل سنة أعداد هائلة من طلاب صحيح. الحقوق ومو كلياتهم أصلاً عم يروحوا يأسسوا ويتدربوا بمكاتب محاماة في منهم عم يضطروا يروحوا على مكاتب أخرى يعني هذا صحيح. ممكن يكون حل فينا نقول شيئاً ما هلأ كثير في اهتمام من قبل نقابة المحامين عندنا بالجمهورية العربية السورية لمؤسسة التمرين لتحقيق المساواة والعدل في إيصال المعلومة والتدريب المهني بالشكل الأمثل لكن شركة المحاماة ممكن عندها قدرة أكثر أو تحقق للمحامين والمتمرنين عندها قدر أكبر من التعليم والتمرين والممارسة المهني بشكل فعلي وحقيقي طيب بما أنه حكينا عن شركات المحاماة بشكل عام هي لأي قانون بتخضع وكيف بيتم إحداث شركة المحاماة يعني الطلب من أي جهة بيكون لحتى في يمكن أشخاص هلأ حبت الفكرة وعم تسأل أنه كيف قادرانين أنه هن يقدموا ليصير عندهم شركة محاماة هلأ شركة محاماة هون نحن نوضح فكرة أساسية كل العالم تلك شركة شركة تماما شركة أنه هي تخضع مجوز للقانون المدني أيوة. لا هي باعتبارها شركة هي ما أنا شركة ربحية ما أنا شركة تجارية هي شركة المحاماة بالنهاية عم تمارس مهنة فكرية علمية فهي تخضع لقانون تنظيم مهنة المحاماة ويتم التأسيس بدءا بنقابة المحامين والفرع الذي يتبع مقر التأسيس والمحامين مؤسسين الشركة اللي بيحطوا نظام عام أساسي بيحطوا عقد تأسيس للشركة بيتم تصديقه من قبل نقابة المحامين إحالته إلى الدوائر الحكومية لاستيفاء الرسوم الضريبية المالية هالقصص هي لكن بالاساس يتخضع لقانون تنظيم مهنة المحاماة نقابة المحامين والفرع الذي يتبع له شركاء المؤسسين ومقر الشركة هن اللي بيحددوا الآلية التامة لتأسيس شركة المحاماة بما يضمن استمراريتها بعملها وفق الأصول القانونية المتبعة يعني هي ابدا ما أنا موضوع خاضع لشيء تجاري او شيء هي أبداً. شركة تابعة لنقابة المحامين هو بيصدد هذا وانه في ثغرة نحن صراحة يعني مجرد كلمة شركة عم تخلي اي حدا مثلا دوائر مالية في تحصيل ضرائب وزارة الكهرباء في تحصيل تجي تطالب شركة انه انتو شركة يا اخي نحن ما نحن شركة تجارية نحن ما نحن شركة ربحية نحن شركة مهنية فكرية علمية لا تخضع الى ما عندي انا غير ربحية انا عندي اتعاب محاماة ما عندي انا اجور او هالقصص هي انا عندي بدل اتعاب انا بتقاضاها نتيجة الجهد المضني اللي قد احيانا احصله نتيجه متابعه الدراسه الحثيثه للقضايا احيانا عم بياخذ المعنى الربحي الى كشركه فانت تجاري فانت عم تحقق ارباح فانت عم لا انا ماني سلعه انا ما عندي سلعه ابيعها واشتريها انا عندي مهنه فكريه عندي يمين اقسمته اني بالحفاظ على السريه بالحفاظ بمتابعه الدعوه حقوق الاشخاص وواجباتهم بشكل امثل بما يضمن تحقيق الغايه المرجوه لاي شخص كان في اي مشكله قانونيه نحن كنا عن ايجابيات شركات المحاماه لكن فينا نطرق لبعض السلبيات التي قد يقع فيها الموكل هلا ممكن بعض السلبيات اللي ممكن تجي مثل ما حكيت اولتك ممكن تكون بدل اتعاب اللي يكون غير المحامي الفرد كشركة محاماة في كادر مكتمل في مقر كبير في القصص ممكن يكون بدل الأتعاب أحد السلبيات اللي بتواجه شركات المحاماة ممكن يكون أحيانا الضغط الكبير رغم أنه في كادر كبير لكن أحيانا ممكن يكون في ضغط كبير كشركة محاماة فأنا عندي تخصص بمختلف المجالات القانونية ممكن يكون أحيانا ضغط كبير لكن ما فيني نسميها سلبية أنه ممكن تتدارك تتلافى بالشكل الأمثل من خلال المتابعة الحثيثة من قبل الكادر المشرف على الدعوة القانونية
تمام. وقت حكينا عن موضوع التدريب، ايضا شركات المحاماه ممكن تتيح فرص فينا نقول للعمل بشكل اكبر، يعني مو بس بالضروره لمحامين ولا طلاب متخرجين من المحاماه، ممكن ايضا تكون عم تتيح فرص عمل لعدد اكبر من الاشخاص. صحيح صحيح، لانه شركه المحاماه اضافه بالفكر العام هي شركه مختصه بالعمل القانوني وبالدعاوى القضائيه الموجوده، لكن شركه المحاماه ممكن تضم محاسبين قانونيين، ممكن تضم خطط اقتصادية، خطط تطوير اقتصادي عمراني، ممكن حسب النظام التأسيسي لشركة المحاماة والتراخيص اللي حاصلة عليها هي بموجب الأصول القانونية اللي بتتيح لها تقديم فرص عمل لعدد متنوع. ممكن يكون في محاسبين خريجين اقتصاد، ممكن يكون خريجين حقوق لكن ما يمارسوا مهنة المحاماة، بصفة حقوقيين مجازين حقوقيين، ممكن تعاقد مع بعض معاقبين المعاملات الخاضعين للأصول القانونية وفق القوانين النافذة. ممكن تقدم فعلا مثل ما حكيتي فرص عمل لهالأشخاص هذول بتشغيلهم وفق وتعليمهم الأصول القانونية والمتابعة اللي بتمكن الشخص من حل الموضوع القانوني بشكل يحقق مصلحة الموكل. يعني نحن نتمنى أي شيء يحقق مصلحة الموكل والمواطن. صحيح. إن شاء الله هاي الشركات بتقدر تلاقي رواج وأيضا تكون يعني عم تراعي كل المواضيع فينا نقول الاجتماعية كمان مو بس القانونية للمجتمع السوري. شكرا كثير لك أستاذ أحمد دعبول لوجودك معنا لليوم. شكرا.